السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هل ما أدري أرسلتم أسئلة أم لا؟ يعني لا أرى أسئلة، لو أرسلتم وغير ظاهرة عندي ناس يسافر أنا بس الله، من سيسافر من أنا ما أدري. هل يثبت الحق بالشهادة على الخط؟ هذا لمن؟ نعم قد يثبت الحق بالشهادة على الخط إن كان يعلمه، وهذا وجه، وإن كان الراجح لا يثبت الحق بالشهادة على الخط، لا يثبت الحق بالشهادة، لكن هناك وجه أنه يثبت. نعم جهاد يقول في الآيات قدم الأمر بالنظارة على وربك فقط فكبر. الله أكبر. طب باقي السؤال ايش يا جهاد؟ طبعا اصلا اعتقد انك من اهل اللغة تعلم بان الواو ليست ترتيبية خلافا لما قاله الشافعي، الواو ليست ترتيبية خلافا لما قاله الشافعي. ففي قول قم فأنذر ربك فكبر قد نقول بانه يعني الان ليس الامر على الترتيب، وإن كان حقا يعني العرب تبدأ بالأهم. الالتفات في هذا الباب على أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أصالة هي البشارة والنذارة، والذكر والتكبير من الإعانة له، من السبل والوسائل المعينة له على أداء هذه الوظيفة. لذلك قدم الوظيفة أولا. أرجو أن يكون الأمر ظهر. دكتور تامر يقول باع شقة ووضع قيمتها في بنك فيصل الإسلامي حفاظا على المال والتحرير الحلال، ولا يجد سكن مناسب هذا المبلغ، فهل له أن يأخذ إيش؟ يأخذ الفوائد؟ ليس له أن يأخذ فوائد دكتور تامر، ليس له بذلك. بنك فيصل الحق بأنه كما قلنا في تعاملاته ليست منضبطة بضوابط الشرع،